الأحزاب الأخرى. وفي المقدم حزب النهضة حوالي ساعة حزب النهضة مرجعيتها الإسلامية. نحن مسلمين لكن مش فرق الإسلام. احنا الإسلام تاعنا دروس اللي تولدنا الغنى ومشايخ تاعنا كجار الزيتون وهذا هو الإسلام تاعنا الله وتعبونا هنا إسلام مورد لكل الوهابيه لها معقوله كلها حيث من بدايه ما كان لنا قدس هذه ساعه خلاف اول يوم لنا اثنين هو الناس ما يفهموش عمله حاولوا يحكموا حدا ثلاث دروس الله يبارك فما حتى حزب قادم باش يسير تونس وحده لا حزب مرة ولا حزب حزبنا احنا ولا حزب اخر تونس ما سيرها كان التوافق العريض بين كل الحساسيات السياسيه مش كل انسان يعتبر نفسه تونس بتاعه يعتبر نفسه مشارك في السلطه بتاع البلاد هذه الاخوات والاخوان النهضه ما عندهمش الفكره هذه ما يحبوا يحكموا الا وحدهم وما ينجموش يحكموا معهم ويعتبروا وان الراي المخالف هو خير يحكموش راي المخالف اذا ما قبلتش راي المخالف ما تنجمش تكون روح ديمقراطي اولا وثانيا ما تنجمش تتعامل معهم ولهذا ما ينجموش يتعاملوا معهم معنى ما ينجموش يتعاملوا معهم على اساس هذا تفضل عن كونهم تسألوهم على اللي داتوس اللي داتوس أما عن الناس فيهم فيهم قالوا قديم ها؟ قالوا مش منافقين قالوا ما عن الناس فيهم فيهم أحب نعلمهم يعدون رانا أحلى مع الناس فيهم فيهم أما فوارق أخرى ما نقولوش عليهم أولا نحن ما نؤمنوش بالدولة التونسية نحن نأمن الدولة التونسية نأمن الدولة التونسية بالعلم التونسي وبالنشيد الوطني التونسي هو حسب اعتقادي أنا كل هذا ما يؤمنوش بهذا ولا جميلة اسم الخانة ولهذا هذا في هذا ما نجموش نلتقي حتى نتغلب المفاهيم هذه احنا نؤمن بان تونس عندها مكاسب حققها الشعب التونسي بنضاله وتضحياته منذ مصغر المكاسب اللي احنا عايشين فيها هذه حريه المرأة والله موجوده ما فماش برشا اليوم